سعد بطل محامية جهة المحامية بالرباط رئيسة الجهوية بالرباط الفيدرالية لرابطة حقوق النساء اليوم نتواجد بهذا الرواق الخاص بالفيدرالية التي اعتادت دائما في المعرض الدولي للكتاب أن تختار لها يعني مكان وزاوية لنشر مجموعة من التقارير ومجموعة من الكتب الخاصة بالفيدرالية والأنشطة الفيدرالية. اليوم نتواجد في الرباط حيث أن المعرض الدولي للكتاب يؤلف لأول مرة يكون في مدينة الرباط. نقوم بنفس يعني عملنا داخل مقراتنا في الفيدرالية، نقوم بالتوعية والتحسيس طبعا بعد أن نعرف بدور الفيدرالية التي تعنى بكل قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة، إيمانا منا بالفيدرالية أننا نؤمن بحقوق الإنسان بمفهومه الكوني والشمولي. طبعا نشتغل كثيرا على مناهضة العنف ضد النساء وخاصة يعني بما يتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي. الفيدرالية تعبت دائما على تقديم مجموعة من التقارير من أجل تعديل مجموعة من القوانين خاصة القانون الجنائي، مسار الجنائية، مدونة الأسرة. وطبعا هذا سنده ومرده هو دستور المملكة، دستور 2011 الذي أعطى للمجتمع المدني القوة التراكعية وتقديم مذكرة التراكعية. هذا هو كل دورنا. اليوم نتواجد معنا حتى الأخوات اللواتي يقمن باستقبال النساء المعنفات اللواتي يفتن على مقرات الفيدرالية ويقمن باستقبال والتوجيه. كذلك الفيدرالية تقوم بالمرافقة القانونية والقضائية يعني إلى جانب التوجيه القانوني الذي يقوم به مجموعة من المحاميات والمحامون الفيدرالية. هناك كذلك حتى المرافقة على مستوى المحاكم المغربية على مستوى جميع الجهات. نشكر الإعلام الذي يواكب دائما عمل الفيدرالية في نشر في التوعية والتحسيس. نأمل أن نكون يعني تقريبا قبلنا حوالي 200 من الزوار الذين استفادوا من التوعية، فيهم يعني شبان، فيهم نساء، فيهم رجال، وأظن هذا من صميم عملنا في الفيدرالية في رابطة حقوق الإنسان.